بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين أحبائي أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الصيدلية الشعبية الذي يبث على قناة التحرير واب تي في أمسية كل ثلاثاء. في هذا العدد سنتناول بحول الله موضوع مرض السعال الديكي هو في الحقيقة كان من المفترض أو ما أعلننا عليه قبل هذا هو شفاء حالة التهاب الكبد الفيروسي بفضل الأعشاب الطبية ولكن هناك ظروف حالة دون حضور المعنى بالأمر فارتأينا أن نتناول في هذا العدد موضوع جديد ألا وهو السعال الديكي طبعا السعال الديكي بالفرنسية يسموه كوك ليش وخاصة صعوبة هذا المرض عندما يتعلق بالأطفال الصغار وخاصة الرضع لأن لديه العديد من المضاعفات إذا السعال الديكي هو مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي وهذا بسبب بكتيريا ويتنقل بطبيعة الحال عن طريق العطس والسعال. من بين أعراض السعال الديكي هو احتقام بالأنف عيون حمراء دامعة الحمى والسعال. هو سعال تلقاه متقطع وحاد بصوت شهيق يعقبه هذا السعال صوت شهيق عالي النبرة هو يشبه تماما السعال صياحة الديك ولهذا سمي بهذه التسميه وبما ان الاعشاب الطبيه تمكنت من العلاج هو يعالج حتى بالادويه الاخرى على كل حال ولكن ما يهمنا نحن هو الادوات المستعمله في الصيدليه الشعبيه اللي هو موضوع عنوان برنامجنا في التحرير واب تي طبعا قبل ان ندخل في في التفاصيل يسعدنا دائما ان نرحب بضيفنا الدائم المعالج بالاعشاب الطبيه الحاج محمد الطهر ابو اهلا وسهلا ومرحبا <applause> بكم الحمد لله اهلا بكم ضيفنا الكرام ان شاء الله طيب سي الطاهر كنا تحدثنا في السابق العديد من الامراض منها سرطان الدم منها التهاب الوباء الفيروسي وكثير تحدثنا عن قضية العقم وعلاجها الآن سنتطرق إلى موضوع جديد ألا وهو السعال الديكي طبعا أكيد أنك قمت بتقديم العديد من الوصفات إلى مرضى السعال الديكي أنا أعطينا وجهة نظرك أنت سعى في السعال الديكي خاصة في الطب القديم هل التسمية تاعه هو السعال الديكي أو كان عند تسمية أخرى ما هي التسمية تاعه في معناها التسمية الشعبية إلى آخره قبل أن ندخل في التفاصيل هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السعال الديكي هو التسمية هذه اللي راهي موجودة الآن هي السعال الديكي لكن هي متركبة من اثنين السعال هو وحده ووصف بالديك لأن تعقب السعال صيحة كأنها صيحة الديك صيحة الديك وتكون صعيبه على على الرضع كما كما تفضلت لانهم ما يقدوش يزور واحد مش يقعد باش يجلس وما يقدوش يعني ممكن يكون يصيب هذا وين وهو يعني مازال ما يقدرش يحرك روحه ما يقدش يجلس كي يجلس تنفس ولكن مش معناها انتهى لا والله بريء لا معناها تصبح النوبه متباعده شوي وهو كما السعال الديكي هو الناس يقولون ععاش عواش كما الديك معروفه هنا التسميه الشعبيه الشعبي الشعبي الععاش وهي متعبه جدا وخصوصا كل ما يكون الصغير اقل في العمر كل ما يكون يعني هذا المرض يعني تكون اكثر لان الاكياس الهوائيه تصبح ما يقدش معناها باش يخرج الهواء كل وباش يمتص هواء اخر جديد ما كانش ثم الغلاصم والحلقوم والالحلقوم تاع الولد والقصبه الهوائيه يكون فيها شيء من الخلل وهذا الخلل يؤدي الى انه ي... لازم يصيح ويؤدي الى انه يشرب يعني كان مثلا واحد يشرب حتى توقف وضحك ولا شرك حتى كبير حتى انسان كبير هو عنده هذه عنده الحاله هذه وين دائما يشرب ولذلك لازم تح يعني لازم يخلوه قاعد والله متوسد على حاجات كبيره يعني هكا كانه جالس وهو نائم فتخف شوي تخف الاثار نتاعها هي وتخف الالم نتاعها هي وهي مؤلمه والمؤلمه والدواء يعني كانت الناس تداوي والله سبحانه وتعالى هو الشافي والطب الحديث أيضا راهو يداوي وكانت من جملة الأشياء اللي يديروا فيها قبل يعني من عشرات السنين قدام تو بياسر كان يقول الصغير يقولوا هاي هزوا بدوا بمكان آخر يسافروا به بالخص بدأت كاين السيارات قبل مش عارفين يسافروا به ما كانش ما قدوش لكن تاكد السيارات يمشي به يمشي به 100 كيلو مسافه اخرى يحوش نهار يبدل الجو تبديل نتاع الجو اصلا هو يساعد على الشفاء اما استعمال الدواء وما يبقى ديما في مكان واحد حابس يعني في بيت واحده وممكن تهويه مش مليحه والدواء ما يكفي شيء يعني وجود ال الهواء المشبع بالاكسجين مهم جدا في الوضعيه هذه مع انتفاع اي رائحه اخرى كما مثلا في المستشفى لازم من الجافيل لازم من أبدا التنظيف لازم من روائح أدوية لازم من يسر حاجات عوامل تكون موجودة في في المستشفى ولكن يوصل الإنسان حتى أنه لازم يرقد في المستشفى ولدي يجيب يحطه في المستشفى وهون نحكي لكم قصة من القصص اللي اللي مش بعيدة ياسر يعني في العام هذا وين يعني مش في عام 2023 في عام 2022 2022 معناها هناك حالات تستدعي معناها المكوث في المستشفى. نعم. بعض الحالات خاصه ان نعم. الحالات نعم الحاده. نعم الحالة الحاده لان ما يعني القفص الصدري ما عادش يتحمل لازم تقول حاجات باش ترقد ومع ذلك ما يرقدش. آه. يكون متعب. معناها مشكله تاع النوم هذه مشكله مشكل كبير مشكل كبير. ففي يوم من الايام نحكي قصه واحده وخلاص احنا كي قلتها الامور مزلوبة شوي معلش يعني في يوم من الايام جتني للمنزل دكتوره تقري في الجامعه تاعت تاعت الوادي تاع محمد محمد الاخضر الاخضر رحمه الله ورحم من ما استشهد معه من قبله ومن بعده كلهم استشهدوا فضل فضل فضلهم علينا كثير اكيد هذا الشيء قالت لي الحاج راني ولدي هذه من سنه؟ اثناء عام تو في نظن في اكتوبر هاك الجوايه هذيك لا عام هذه ولا لا 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 مش عام اكتوبر تاع 2022 ولا, ولا سبتمبر هي اكثر تبدا في الموسم هذه وين سبتمبر نعم. 2020 اي نعم ف جاتني قالت لي راني يعني ولدي راهو في في المستشفى وراني يعني نرقد معاه ورانا تعبين خلي العائله كل ونجي نرقد معاه وكل قايم بهم باهم وتعب باهم يعني ما يعني نوع من المعاناه ولكن شيء لابد منه حتى تخف شوي على الممرضات تخف اما امر لابد منه لا منه, منه, منه ولكن هو معدي المشكله هنا اي معلش معدي ولكنهم يعدي إيه معناها ينتقل ينتقل كيف آه قالت لي ما هكا قالت لي الديك وشو الحل؟ قلت لها الحل سهل كلمي تو زوجك يعني يسكن صحن بري بعيد لا هو هو ما دام راهو ماكث في المستشفى ايه اه. ولماذا التجدت معناها تجد ما بريش اه ما بريش وكان معاها طبيبه اخرى عندها عندها ولد حتى هي عندها بنت مم. معناها حتى يعسوا ليله بات هي وليله بات آه الطبيب اه يعسوا على يعني, يعني معناها يساعدوا يساعدوا معناها طولت المده شويه طولت المده شويه وهي حتى نهارين ثلاثه يعني ما عادش ما كاش الحل ما بلتش افق تاع الحل بادي خلينا ما تعجلوش حقا انا ما قعدش نسال ده هو المشكلة تاعه هو ممكن راح يبره ولكنك المضاعفات وقلة النوم الحالة حالة هذيك هي هذيك التعب التعب وهو يعني يصبح عندها يعني صدرة طيب كل, يعني طيب. كل يعني لا مش كسر حضلات تاع الصدر والكاس الهوائية والأغشية يعني تاع العظام الخارجية الداخل يعني مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة والحجاب الحاجز ديما حتى لأنه الكح وبعد يجبر النفس يعني حجاب الحاجز طالع حابط ضغط مش كالشهيق لا مش الشهيق لا فهاق لا لا هي معناها عندما يكون طبعا مش يتقلص وكي يشهد لازم يطلع هكذا اذا هذه يتعب الصغير يتعب فجتني قلت لها دوارة عندي تو تمشي حكت لي على القصه كل قالت لي كيفاش وكيفاش قلت لها بحول الله راه ان شاء الله إذا بارك ربي بإذن الله راهو بلا هو ما كانش يرقد. ما صعيب الرقاد نتاعهم وخاف مطيحه يطيحوا شوي ما همش نتاع رزع. لا كبار شوي. لازم الحراسة لابد منها ولازم متابعة ومراقبة و... الطب و... الطبيب كل شيء يديهم وما... والله المسؤول عن المراقبة الآن في الليل تعال المرضى. قلت لها كلمي زوجك الآن موجود في الواد قلت لي موجود قلت له كلمي يقول لي اشري الحاجه الفلانيه فقط والاخر تهزيه من عندي دواء واحد هو دواء واحد مركب شوي برك مركب حاجة. مركب حاجتين حاجه عندي والحاجه الاخرى ما صفتش عندي ايوه كلمات ما قالت قلت له اشري اشري وهات للدار راني جاي ركب قلت لها جايه زدت قلت لي راهو راهو كاين ولد اخرى مع بنت اخرى معانا مع ولدي كيف حتى هو هاي زوز أنا قلت قالت لي نعطيها الدواء قلت لها لا قلت لي علاش قلت لها امها ما جاتش وما كلمتش معليش ما كلمتش ولكن انت ما جيت دواء انت جيتي ديري ونخر كلموني كلمو. كلموني نقولكم نقول لكم اعطيكم الأذن. على تاقع حاجه تاقع حاجه أه. يقول لك من, من قالك لك ولدي صحيح مشت كانت الليلة هذيك هي هي اللي مش ترقد تعس على الأولاد طبيبة عست البارح وهي مش تعس يعني تقعد مساعدة راحت مباشر دارت الشيء اللي حضرت الدواء وهزته معها ومشت يعني مش متأخرين شوي في الليل يعني مش في أول الليل مش متأخرين بعد ما تكمل أمور أولادها ويرقد أولادها والبا يقعد يعني مشت كي مشت عمدت الولد ولدها استغفر الله لا هي الطبيبة هي مش تعس في الليل مش هي طبيبة اللي عطيتها طبيب. الدواء لا الطبيبة زالت الطبيبة ما زالت. مش شين حتى من هي آه. لكن قالت لي ركاين واحد دخلوا لا أنا أعطيه ولا لا قلت له ما تعطيش هي جت لولادها مدت الدواء قبل الموعد نتاع يعني المراقبة وراحت جت كي جت الدكتورة قالت الطفل مش كح انتبهت وهي ما قالت اني جيت وعطت الدواء الولد ما قالتش قالت انا اعطيت الدواء هي ثقه فيها انا عارفه بلي ما نمدش حاجه اللي ماشي ماشي مؤكده في في الامور هذه وين والدواء والمرض الخلل المرض هذا وين ما يخفى حتى على واحد يعني شعبيا معروف معروف, 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 معروف شعبي فراحت جت ام الأولاد الاخر تشبه الأولاد هذا ساكت وهذا ساعتي يعطوا عش عش اه الاخر آه خلاص حبس الاخر رقد لقيت لقيت ممكن قاعد ساعه ولا ساعه ونص يعني مش العشيه ما له قرب المغرب في ذلك الوقت ف قلت بدات قلت كيفاش كيفاش تسال شوي وتطل عنه لعل لقد دائم الله دائم الله تلقى هريك وين طبيبة تعرف تنفس ساعة النوم تاع الراحة المش مراحة يعني يعرفوا الأمور هذه معرفة أكثر مني لأنهم يمارسوا فيها جدا يعني ممارسة يومية المرة وين الطل تلقى لبس عليه حتى تبريم ما تبرمش مو تعب النار كل ساعة <applause> ولدها قاعد يعوش الخطأ دراته هي أنها ما قالتش كلمتش امه قلت لها مش تقول لها ولدك رأو راهو الطول طول تقول لها أنا درت دواء بصبيع. ما قلت لهاش كون قلت لها تركب في رجلها وجو يعطوها الدواء يعطوا الطفل يبات مريح لكن هو شيء باش يقع يقع الحمد لله أكيد. رب العالمين كانت الامور كل سليمه ما انت ما وصلت السبعة هكاكا في ذلك الوقت تاع الصباح كلمت امه قلت لها فلانه قلت لها نعم قلت لها ولدك له كل كله راقد مش درتي أيوة. أيوة. قلت لها راني جيت من بعد المغرب ولا مع المغرب وراني اعطيتها الدواء دواء شرب قلت له وش به ما لباس لاباس قلت لها لا راقد وراه بدا يتوقد يتكسل مريح بس عليه في جرعه واحده جرعه واحده مره واحده معنا. جرعه واحده التو مازال عندهم الدواء منها في المنزل قلت لها كيفاش دوا صبيحه هذه كيفاش؟ قلت لها اني اعطيت الولد قلت لها ولا معطيش الولد ناي بنتين قلت لها راني قلت له كان يا بنيه انا نعطيها ولا لا قلت لها أنا قلت لها راه قال لي بدون امر الطبيب انت تو مسؤوليه عن نفسك مثقفه عارفه دكتوره في الجامعه معلش اما اخو لو كان توقع حاجه عكسيه او واكل حاجه قبلها عكسيه ويظهر خلل كبير نص حسبنا ليش تعطي فيه؟ قلت لها لك عطي. قلت لها لو قال لي هكا قال لي نمشي قال لي لها له لو قال لي كان تربته الاخرى وشافت من قلت لها الراجل الطفل ريح مدوا مدولة حتى البنت قلت لها هي بعد نعطوها تو شت مدولة كيف كيف ريحت هي تعبانه هي لكن عندما كان الامر او مش مخدر كان واحد عطيت الدواء قال لي هذا مخدر ولا شو قلت له اتقي الله في نفسك معلش فيها الاعشاب المخدر مخدر ما... مش مخدر لا هو قال لي مخدر وكيمياوي. قلت له لا يا مخلوق كيف مش كيميائي يعني نقول لك عليه ما نعطيش هنا يعطيه الكيمياء صاحب الكيمياء والطبيب المعاين والصيدلي المعاين مش نهي, نهي المده ما نعم المخدر ابدا فالمهم مش جاتها وعطوه والاضحى هز ولدها وهز بنتها هي فضلت كملت ولليوم ما رجعش ثلاث اشهر ولا اربع اشهر ما رجعش سعال الديك وانتهى الامر فقط لا خرجوا من من المستشفى من نهار من نهار وش يقعد يديروا هذيك كان طبيبة عارف والطب المراقب جاي شاف حتى لهم الخروج وفي ما الخروج هو هذا الدواء المخصص للسعال الديك وش هو عباره عن نبته اه م... لا لا مش الدواء كنت على الدواء الاخر الادويه لا فيها. ما ندخلش فيها يعني هذيك لا 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 وشو مثلا لا ما نقدرش ندخل فيها وما نسالش عليه هي ما دامها ظن مدام هو... ما في مكان ما دام يعني مؤسسه للصحه مم. معناها راهو كل الدوارة ومش مش ما من الصيدليه وحدهم ولا حاجة. لا لا يعني بامر الطبيب المعالج مم. ما تدخلش فيه هذا لا يبقى هو ما ندخلش الدواء كان بامر كما الاخرين تاع سرطان الدم والاخر كان بامر المشرف على المصحه هذيك على القسم هذاك هذا ما يعني نسات مثقفين ودرجة عالية واحدة منهم طبيبة معناها أي واحدة أو... منهم طبيبة وخرج هو مكمل هو الدواء الآخر يعني ونف... زادت زاد كانت عندها ولد أخر في الحوش حتى هو بديته هالعواش هذه الديك وقت اللي بدأت هذه قلت لها تنعطي لها قعدت مرة في الماء مره وعندنا مثل شعبي يقول الدواء لكعة لكعة يبدأ المرض معروف الدواء لكعة معناها تفسير معناها كياكل الدواء هذاك وين راهو يجي كل واحد كويته بالنار مش بتقعد كل يوم تكوي بالنار الدواء بري في الماء لكن ما ماهيش مقولة سليمة تماما لأن الدواء وحدة لكعة والنار لكعة معليش مش بنقعد نكوي فيه لكن أحيت أعصاب الجلد أحيت وقظت يعني إلى آخره فابريو الحمد لله رب العالمين وانتهى امرهم وفضلت لكن يبقى ديما كان نوع من, من من الغرابه يعني بمجرد جرعه واحده وجرعة جرعه واحده هذا شيء غريب والدواء هذا وين؟ هو الدواء نعطيه اللي عندهم يعني ضيقه تنفس لانه يحدث تنفس ايضا ويحدث التهابات في الاغشيه آه داخليه ويحدث يعني عمليه استقلاب نتاع دخول امتصاص الكوزين ورافض القضاء الى اخره تبدا صعيبه شوي تبدا سعي تبدا ولذلك هذاك عاش حمار, أو حمار أو من كثر العطس من كثر السعال ومن كثر يعني الصيحان هذا وين يعني الاغشيه نتاع الوجه, الوجه الكل تاع الحواس كل متضرره منه علاش حمار عينيه يعني آه، العين والدم والدم وعلاش الوجه هذا وبعد يصفر كي يريح شويه يرجع عادي طبيعي يرجع طبيعي قد قد فالوضعيه هذه وين يعني فيه في علاج واحد نعطيه كل انواع ضيق التنفس ضيق التنفس تخز به حتى الحساسيه المو... ما الحساسيه والا من مرض الشعب ال... الرئوية ولا الأكياس الهوائية ولا كل نعطيهم هذه داخلة فيها حتى نسموه هني الفطة حتى الفطة نعم واللي يستعملوا في حاجة. لا هذيك يلوح كل البخاخات الطيش أي طيش معلاش عليش مستحق يقول دير فيهم وياكل في الدواء هذيك مش مرة واحدة لا هذاك ياكل الدواء أربعة خمسة أيام عشر أيام خمس يوم لوين يعني تصلح ظروفه ويصبح قد إذا تم الدواء كامل شيء الوصفة اللي لها دواء واحد إذا كان تم بطريقة اللي قيل عليها بإذن الله ما عاش رجع لها كان صفقة كبيرة كما جيل الإنسان السليم وما عندش أما كونها مرض ملازم له لا ما مت, مت ما يقعدش إذا هك البخاخة اللي يستعملوا فيها لك. الزرقاء والحمراء والأخرى آه. والأخرى أقول المضيفة وزيادة الأكسجين والأخرى أنا قلت لك قلت لك على على واحد في وقت كورونا يعني خرجوه من المستشفى بالقاروره نتاع الغاز ودائم غاز الاكسجين غاز الاكسجين دائما في انفه ما يتنحش 24 ساعه آه الاكسجين ده في في نزول بشي بشي ما قدش كون ينحى في الطروحه ونضع يقطع بكسته ويعيط ووقعت له قدش المر ومنها جاني خويا من معارفه في البياض قال لي رأوا فلان راهو هكا وهكا وراه وراه تعب مريته وتعب وتعب الناس الكل قلت له هز الدواء العمر كبير في السن شويه كبير ده. كبير و كبير مش كبير عمر كبير لكن انت نظن أ... راهو في اقل من الستين لا هو كان عنده من الاول مشكل تاع كورونا هو عنده وكورونا. لا كورونا ولا كورونا دارت معناها هو لها. كورونا ايضا مش تدير له الوضعيه هذه اكيد مش تدير الوضعيه هذه سايد. بعد ما يديروا الوضعيه نتاعت يعني كورونا يدير دواء هذا وين؟ باذن الله ما عادش يلقى حد شيء باذن الله يلقى من حد حتى شيء واعطيته الدواء نعم اعطيته الدواء واستعمله اعطيته واستعمله مو شفتش النهار الاول الزوجه نتاعها قلت لها ما تخليش يتحرك ما تطبش ما يدير حتى حركه باش ما تضعفش الضغط ما يتضعفش بال... مثلا تقعد تهبطوه ودي الدواء لا خلي شاي أحداث السرير تاع وحط ودير الدواء يعني كاين دواء يستنشقه الى اخره ليلة الاولى رقد مع الشعيط ومع والاكسجين لو فيه ما تنحيناش الاكسجين حتى نشوفه عاد مزن متل ما زلنا قلت لهم ما شو هم فاهمينهم عارفين حتى هم في السلك الطبي عارفين يعني عندهم الوضعيه هذه مثقفين والمشكل ان في الحوش هذا في الدار هذه ماتوا اربعه من من من, من كورونا في البياض اللقب اللي اللي مات بعضهم كل ماتوا اربعه من من كورونا سببها كورونا نفس العائله ولا نفس العائله نفس اللقب اه نفس اللقب نفس اللقب وهو بريء ولا رأوه تو بس عليه لاجي جي سبع شهور ولا والله عام بريء خلاص نهائي يبقى مرة اخرى هذيك تاع الكبر حوايج اخرى ما ندخلش فيها انا هذا بري ما عادش النهار الثاني كيف ناض ضحى وعطوه الدواء وزاد استعمل الدواء نحل الواحد قال راني نكرف تو والهواء الهواء داخل يجري في صدر النهار الثاني النهار الثاني يعني داروا له اليوم العشوة داروا له في الليل ومن غدو الصباح كيف كيف النهار الثاني ما جينا نص النهار كان قالهم لهم ما عادش لازم يعرف او يعرف قال لهم هاني نجبت في الهواء ويقتل فيروس كورونا في أيضا كورونا أنا ولا... الدواء ما قبل ما قبل الدواء تاع الفطة آه. تاع الحساسية لأن حساسية كورونا مش حساسية هي فيروس واضح آه. يعني واضح فيروس وراه يروح واللي كل راح كل وراهم لبس عليهم إلا ما كانش واحد قال لي راني ما 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 سوفتي. وزيد نقول لك حاجة أخرى مش كان هذا هذا الدواء مديته الولد صبي يعني من اللي عم من في الفراش من اللي عمره شهر وشهرين وثلاثه انا الدواء تحدثت عن السؤال لو تاع الديك والمشاكل التنفسيه كل آه. وقت اللي له جاني باقي اللي راهو هكا هكا واش نديروله له قلت لها تو نعطيك الدواء وشو هكا وش قال لي عليه كيفاش يعني راني البخاخات والدنيا واحلة طفل صغير. ايه مشكلة تاع تنفس. تنفس. يعني ايه جهاز تنفس. وش وشو الحل؟ قلت له الحل لك ما قلت ليش حوشك بعيد عني ن... 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 رأ... كما يقولوا رمية عصا. بعيد عني 30 متر ولا 40 متر حوش لكن انت نعرض عنك الدواء. كي نعرض عنك وتقول لي على سببتي في المرض الطفل. قلت له لا, لا. توك جيت راك مستعد احنا نقولوا ما نعطوا الا حاجه تشفي اذا لم تشفي لا تضر اذا لم تنفع لا تضر لا تضر قال لي مليح قلت له يلا ابدا الدواء بدي الدواء شفي تماما خمس سنوات وهو في والله اربع سنوات وهو يعني وهو في في يعاني من في من مشكلة التنفس يعني لا يستعمل في البخاخه ولا استعمل كل شيء كل شيء يستعمل تاع الخاصه يعني طالت المده يعني من الصغير اه هذا منذ الصغر منذ الصغر قال لي بعد اسبوعين قال لي راهو الطفل ما عادش والو راهو بري قال لي بري ولك انت مازال مازال السرعه راهو السرعه هم على بالهم السرعان معناها راهو تابع للصدر هو لا صرع وحده وهذا وحده ولكن انت عليه لان كذلك النفس لا يكرز كي... يكرز هو قال لك راه هو بري معناه شفية من هذا هذا تاع مرض الصدر هذا هنا مش حتى صرع ها وصرع هذا كان منذ البدايه وهذا... عنده س... لا مش من البدايه من الاول لا في الوسط جاء الصرع اه جاء الصرع بدي الصرع مرتين راقد الصرع قاعد الصرع يجي لي الصراع ما يجيش يجي احنا علاش قلنا هذا ما المفروض لازم حلقه واحده هذا وين مساله المشكل هذا وين أه لكن انت هذا عنده الم... ولكن انت مش تعرف دخل تداخل الامراض مع بعض هي كل هذا علاقه بالتنفس هذا كيفاش قلت له تو نعطيك له دواء باذن الله ما عادش الصراع قال لي كيفاش هذه القضيه لها قداش سنوات هذه كبيرة لها هو مريض له سنوات ولكن هو لا وش مش, مش اللي نقول لك تفصيلها تفصيلها هو اداها للجزائر اداها الأطباء مدة كبيرة وداوي يعاني رغم ضعف الحال ورغم التعب وصار مرتين النهار في النهار وثلاث مرات في النهار واصبح باش يعني وحل مشكلة مشكلة مشكل كبير وسمعوني نقولكم لكم خبر مازال جايكم القدام ياكل في امراض الصرع ادويه السرعة ويش آه ما نفعش دي باكيني مشتقات تاكل وما, وما ينفعش الصرع صغير قداش عمر هذا الصغير؟ تو عمره ست سنين اه ومن اللي صغير من اللي ف... من اللي ممكن بدي بدي يتحرك يعني من اربع شهور ولا خمس بده المرض والنهار كله محلين فيه الليل والنهار قال لي قلت له انا ها وش ودي له الدواء واعرف باذن الله يعني المشكله لولا تاع انتهينا منها ما تحدثش انا تو نقول لك على انتهينا منها تو تسمع الخبر ويسمعها الناس اللي يسمعوا فيه سمعوه بدقه لان قليل المريض بالصدر ويبرأ من الصعب لازم كان كي تتبدل احوالك يصل البلوغ يوصل حاجه اخرى باش يبدا تتبدل حالاتها ما اثار المرض هذاك كل ما عادش تبان عليه. ف جاني نهار قال لي هو ودي نشوف فيه دي ديما قال لي الحاج راه ما عادش الصراع. ما عادش الصراع؟ ما الصراع. بعد دواء ثانية آه. ما هو بري هذا منه مفروغ منه ما عادش ولكن انت كي الدواء بدي يسرع عطيت الدواء كان يسرع بدي قال لي ما عادش يسرع هو اللي جاك ولا انت اللي سخصيت؟ يا وحزانه ديما انا وياه كيف كيف احنا بعض الحشان قلت لك انا حوش وانا حوش كما كان مليح قد الحيط الاخر ولا الطرق هذا موي كان مليح كان ياس يعني انت كل يوم نتلاقوا في الصلاه قال لك راه حتى الصرع خلاص انت قال لي انتهى الصرع قلت له الحمد لله رب العالمين احمد رب قال لي ولكنت اراه كاين حاجه ما قلتلكش عليه وش هي الحاجه ما قلت قال لي ما يسمعش صافي ثلاثه مشاكل هذا مش يتوهم قدامه كل دارينها من الفطر لكن ما يسمعش لا السمع كل كائن في القران على السمع يتحدث على السمع وكم أي ميت إذا كان عقله آخر حاجة تروح لما الحواس السمع ما عادش يسمع ما يجيش يتكلم معليش ما يجيش يشوف معليش السمع خلاص كي ينتهي السمع انتهى الأمر كله انت معناها انتهت نبضات القلب انتهت <applause> لا مشكلة مشكلة السمع يقصد بها ما قلت لك ما عادش يسمع لا هي كانت قديمة ولا جديدة قديمة ما يسمعش من البداية من البداية ما, ما يسمعش آه. يشبح مليح وكل شيء ما يسمعش قلت له معلش ترون باذن الله نعطيك لها الدواء نجربه اذا كان ابكم راك ابكم تحسوش ولكن احنا هذا كانت عندها الامراض الكل لعل ربي يحكم ما يتحدثش يتحدثوا بكوش ابكم لا ما يتحدثش بكوش آه. ما يتحدثش ما نقدرش نفسر لك يعني عارف وش اللي كاين عايش عارف شو اللي كاين ما تسرحش الحصه لهذا الحديث هذا الكل وانا قلت لك عليه ولكن انت ربي يهدي وخلاص قلت لك راه كاين هكا وهكا غير انت هكا اختصرت ما يهمناش احنا كي جبت ضيق التنفس انا جبتناها مع بعضها معلش ظهرت مش قلت له نعطيك السمع. لا لا ما ظهرت شيء لا بك يا أبكي. لا هو ما قالكش عنها ما قالش عنها يعني لكن آه. انت هو مريض به الاثنين مريض بالصرع وبضيق التنفس وهو ابكي نهي هذا هو أبكم شيء قبلها قلت له راهو ما هذه جاته هذه وين الامور هذه وين؟ راهو كاين حاجه في اقصى الدماغ لان عدوا على داروا الراديو الراديو يعني على الراس في الجزائر وقال لهم هذا راهو راهو يعني الله غالب يعطوه الادويه نتاع الصرع وخلاص هذا ما نقدرش نقول لك لا واش معناها علاش ما نقدرش نبرر المحواج ماشي يفهمها لا حتى ورقه ما قريتها لكن قلت له هذا الساعة هذا ما هذا انا منه لكن انت خلينا نحول لك للسمع نزيد نمشي مع الدواء نزيد نفكر واحنا مش خسرنا طبعا الدواء يعني موجود عندنا في حوشنا وقلنا اذا ما نفعش مش حيضر لا ما عادش لكن بعد ما بري بري من من التنفس وبري من الصرع تولاها تقريبا قلت تسع اشهر والله عام ما صرع حتى نهار الحمد لله وزيدوا صار عن تاع الدول يعطوا فيه فيه من اقوى الادويه لان لازم يهزم الصيدليه ولازم يسجل عليه وكون يلقوه من الصيدليه اتجاهها مثلا نقول الواد ماشي الواد العلندة بشديه الواد العلندة سكن تاع الواد كون يلقوه ما دي ماشي الكونين ولا ماشي بسخة يفكوا لازم اقرب صيدليه اقرب صيدليه تمشي لاتجاه المنزل نتاعك تحط الدواء تاعك. من الادويه المراقبه. وهذه يعني شيء معروف يعني حاجه ملحة. جميله جدا إيه ملحة. جدا ملحة. جدا يعني. هكا. مراقبة. اذا ما وشو؟ روح لهم قول لهم يا ولدي راه ولدي ما عادش يستحق الدواء. بعد ما بري. ب... بعد ما بري ما قول لهم. لا, لا كبري ما زال يمد له في الدواء. لا ما عادش وش يمد. ما عادش هو ياكل في الدواء بسرعة لكن انت تو ما هو شكل في الدواء وما يصلحش لان حتى قبل لازم الدواء هذا اللي درت انا هذا ولكن حيرت لماذا الراديو يقول صفه ونوعيه الصنع صفه هيا مره اخرى نمشي نشوف حاجه اخرى هذه من سهله ان شاء الله باذن الله لكن المفاجاه اللي راني حتى انا فاجاتني ان الصغير, الصغير كي يبدا مرض من الصدر في الاول باش يوصل مرحله يكون يعني شخص يقوم بكل الاعمال اللي هم فيها الانداد نتاعك يوصل 13 و14 الى اخره. هو وصلها قدام بحيث تو حتى في المكان اللي انا فيه يديروا السباق يجي الاول. ها ما يقبل لك حتى واحد الكلام هذا. يعني عنده مشكله لانه تنفس. المرض المرض مش في رجليه معلش أه ولكن انت اللي يجري اذا أه التنفس التنفس معروف لا يجي هو الاول وما يشد حتى واحد. وهو عنده مشكلة تاع ما عادش بري عاد لا بعد ما بري تقصد والله بعد ما بري ما ثم وقلنا لك تحيدوه آه. بك ترجع لي بالحديث بت, بت الحديث اخر خط علاش قلت لك تفاجأ انا تفاجأت بها انا ايضا معلش يجي لعماها من يجري يجري 200 متر 100 متر ويحبس 20 متر ويحبس والاخرين يكملوا مقبوله هذه معلش اما يجري ويجي الاول ويسريع وذكاء خرق للعد ذكاء خارق للعادة كيف تبكين كشيء ذكي خارق للعدل لا يجي هادي بعقله سليم يولد يتحدث سوي ولكن بشيء ذكي جدا جدا يعني عينيك تشوفه يفيق يعني يعرف وش تخسر سبحان الله يعني في ذكاء خارق للعهد وغيرني لتو قلت له ندوي ما تقلقش قلت لازم نبداو هنا نعطي لك تاع نهارات انا يعني واش قال لا قلت له يا ود ما بدينا ما تحشم قلت له تحشمش مني تو ندو راه امر كي يا مره ابي امر خلنا نربحو ما هذا الشرب قال لي نايزين يعني تياس يا انت باش تعاني كتمد. ما قلت لكش خلصني لا لا علاج شو هذا تاع علاج السمع, علاج السمع لربما ينجح اه وربك يقول كن فيكن ممكن كان يعني العصب السمعي يعني مشدود او ممكن كاين حاجه داخل في الاذن ما كانش لانها مش مفلوقه باذنيه مش طبله مفلوقه ماشي مسكره ماهيش مسؤولة لحميه لا ما كان حتى شيء ولا التحليل وش, وش تقول ولا اي عنده الراديوات لا مش التحليل قال لي كان راني قلت له الفطه كيفاش قال لي هكا وهكا 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 والصرع كيفاش قال لي هكا وراه هاو الدواء ياكل فيه وراه بالاذن وبكل شيء قلت لها توها عاوبري سليم تماما ثاني حكمه الله كيفاش يعني حتى نداده هو اقوى منه ممكن مشكله السما هذه عندها علاقه بالوقت ممكن هذا احنا الابكم لخلق ربي يعني ماس ماس يعني بكوش بكوش لا خلينا من هذه لكن اه. احتمال راهي ماهوش بكوش اي اه نعم معناها البكش هذا وين؟ كاين خلل في 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 العصب السمعي او في الاغشيه الدماغيه ضاغطه او اكثر المشاكل تقع اثناء الولاده بالضبط معناها الانسان كي جرب العلاج هاو جرب العلاج تاع الطب الحديث يكمل يجرب العلاج لا ما جربش انت آه. لا وذنيه ما جربش ها لا وذنيه ما جربش الفطه وضيق التنفس والحساسيات حتى من ريحها حتى من ريح كبير يتسكر عاوش لا قلنا حني يكمل يتناول ادويه الساعه هذه تاع ادويه الاعشاب الطبيه واذا لما لا قدر الله معناه لم يشفى هنا باش نقدر حد نقولوا هذا باللي راه لا راه عارف عارف راه وأبكم لكن لكن ما ابكم لكن حنا الان ما نقدرش نحكم راهو ابكم ولا لا ما نقدرش اي ما تقدش ما نقدرش هذه فرصه هو باش يضيع في البدايه كان ربما تعب لكن الان باش يمد الدواء ما فهمت شو انا تعبت الان وش هو 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 المفروض يديه الى الى الى, الى مصحه السمع السمع البصري ويراقبوا يراقبوا لا, لا هم لان يبداش حتى السمع نتاع واحد في الالف يبرد ايه لا لا مش عارف ما ما مش يفهم قال يفكني منه انا يدبر راسه او بهذاك او بكك مش كان هو. لا مش يا رو أيه. مش بشهوتنا احنا راني نقول لك في الحقيقه. أه. أه. رأو يا رو جاري نا ماشي نقول لك عن واحد. احنا رانا نتحدثوا الحاج. ناوي نشوف الطب نتألم نشوف الطب نتألم منه. ورانا نوصلوا في الرسائل. Eyes. لكن أه. قدام ما تمسها قدام يكون ابها موافق عاطي. ما تقدرش ما نقدرش. معلش يا بها لاني باش نعطيه هو الدواء. لكن انت مش راضي. يقول لك لا غصب عني كل واحد قد ينحرف في انحرافه. كاين كاين اشياء الحاج معلش تو المسؤول عن الابن. أو البنت وهو الأب والأم وخاصة الأب لكن الناس تو كان حاجة لازم يعرفها مثلا نحن في الجزائر عندنا حاجة يسموها مجانية التعليم مش معناها مجانية التعليم معناها ممنوع على الأب أن يحرم ابنه من التعليم قام معناها الأب ما يقول حتى واحد والدي ما لا تقريه ممنوع لا تقريه أي تقريه معناها مش بشهوتك أنت هذه يعني هذه ما تدخلش في الوصايا هذه وين معدها حتى معنا لكنها ما عندها حتى معنى لكن نقول نفس الشيء حتى في الصحة ربما الصحة لكن مش ناية هذاك <applause> المستشفى يقول له حق مديرة الصحة تقول له حق نهي الحاجة هنا راه نوصلوا تو إذا كان الأب رافض هذا كيد هذا عنده أخ آه عنده خال عنده عم عنده جد قال ولد هذا وين لين نوصلوا في هذاك الحال في نعم. ران انت راه نعم. رأي نعم. رأي نوصله في رسائل عنده ام اللي يسمع في الام كانت تتعاني فيه يسرع والفطة والد... يعني قال قال مشكلة تاع هذه مشكلة تاع التنفس الحمد لله رب العالمين معناها فضل بعد الله يرجع لك أنت المشكلة تاع هذه وين تاع صرع انتهينا منها تبقى المشكلة تاع هذه وين بالله راهو أبكم معناها ما يتكلمش وما يسمعش ما نظنش هناك كان حاجة اسمها خل... مرض عضوي انتهى الأمر هذه وين ما عدا حتى علاج لا نقص عضوي مش مرض لا مشكلة هل ما, يتكلم ما يتكلمش شيء هي نقص في خلاص هو خلق هكذا هي. ولكن مش كل واحد راه ما يسمع وما يتكلمش باللي راه بكوش لا شوفوا الخلل العلم وربما التحليل ولا الكشوفات هي من بعد توضح باللي راه هذا وين خلاص انت في خمس دقائق هاي. ولكن كما قلت انت بقيله ربما راه عنده امل تاع واحد حتى واحد في المئة لا في الالف. او حتى واحد لا في الألف. نقول اذا يسمع واحد في الالف آه. يتحل, يتحل المشكله يش... مثلا لا. تشوف احنا تو تمشي في السوق والله مجتمع عندنا 10 واحد مم. واحد يبدا السماع نتاعه قليل تشح حال فمه لو كان محلش فما. ما يحلش فمه ما يفرزش الكلام ليه؟ لان القناه من الاذن للحلق مسدود آه مغلق كيسكر عليها هكا معناها مسدوده جزئيه تسكر هو من هني ما يسمعش تلقاه حال فمه حتى يشبح في التلفزيون شفت واحد من اولادك يشوف التلفزيون محلول فمه وغدوه محلول فمه وسكروا عليه سأضم فمه اعرف لو عنده خلل في السمع هذه مساله بسيطه يعني القناه بين الاذن وبين الحلق معناها عندها دخل اذا كان احنا نسمعوه نشبحوه لما ما تحسبش ان دي لحد التلفزيون ما قد ما قدش ما نقول لها يا من قدش ما قدش لان يا ديما الاذن لابد منه والموافقه الطوعيه لابد منها والرغبه لابد منها قل لكن يا قلت له قلت لو ماني دوت دويتها في رزق التنفس دويتها في الصرع الصرع اه راهو الصرع راهو راهو راه راه لو كان ما ياكلش الدواء راهو هو, هو يسرع يسرع كل ولا ما كلاش ولكن انت ما نجحتش المسؤوليه نتاعها ما مشي يدي ربي قلت له لا ما تفكرش خلاص راه لازم متابعة والحمد لله احنا لا باش نسافر لا هني والحوش انا وين. وهالمشكلة تقل انعدام السمع والكلام مش ممكن ان يكون ضيق التنفس هو السبب؟ ممكن لا لك. توضيق التنفس انتهى نهائي. لكن يكون احتمال الضعف نتاع الاكسجين كان الدماغ ما يمتصش ما يكفيه من الاكسجين سببت هذه الاشياء ممكن ممكن هذا هو في الحقيقه من افترضنا انا نشوف فيه باللي راه هذا واجب أن يهز ولده هذا وين ويديه وتوا يقرا ما يقراش ما يقراش يبقى ما يسمعش بكوش خلوه بكوش في ما حكموا عنه هك حكموا عنه هم مش بالطب محكمة قاسية تو الان الطب آه الطب كي يحكم يحكم بمعطيات إيه صحيحه لكنه المعطيات الصحيحه لكن نقول اه دب ما سمعش وعيانه من امراض وعيان يا يبرد بليش؟ ما خسرش عنه حتى فيش الحاسي خليفه ولا ألف فرانك الدفش الدوي يا الدوي بليش؟ شفت المشكل وين؟ هي مش كان هذه راي هم. ما اشياء ما ممكن يسمعوا فيها ما صدقوهاش آه ممكن يسمع فيه ما هذا ربما واحد في العائلة نتاع حتى هو بكوش هكا لا ما كانش اي الامر المفروض راح يعرضه عن طبيب مختص يسموا في حني الانف والحنجرة اي الحواس الحواس اي, أي. لك كشوفات والطبيب هو اكيد راح يقول له بلي راه هذا وين راه ك... كاين امكانية امل او لا يوجد امل اذا قال لا يوجد أمل حتى ما كانش امل انا <applause> اللي يعني اعطيته الادويه هذه الحاجتين يجي يقول لي ها وش قالوا لي احنا الامل وين الحاجات اللي هي موجوده في 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 ذاتها الان <applause> راهي كلها موجوده الطبله مش خشينه ياسر مسكر الدنيا كل كانش لحمه ساده ما نشبحهاش انا الراديو <applause> كانش القناه القناه هذه نتاع الحلقه هذه تتنفس فيها هذه التموجات صحيحه معناها قربني السؤال لكن اقرب الظن انه في انه في الاقشيه تاع المخ مشكله في نظن هكا نظن نظن ليه؟ لانه متولد تولد كان نقص اكسجين وياسر ياسر حالات ينسوها من نقص اكسجين ويخلوه ساعتين ولا ثلاثه ما يدخلوش الزجاج حتى ان يقول الطبيب وحتى يجوا الاخرين واستنى حتى مبروك 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 وهو طفل نوع اللحم نقص اكسجين. يستنشقش الاكسجين مليح وبعد يروح في الزجاج ويكثر منها أمي يعرفوها هذه. ان شاء الله بركه الولي الامر اذا كان يسمع فينا حتى اذا كانت معناها الحاله الحاله الاجتماعيه معناها صعيبه ومتعسره شوي معناها قادر يشوف حتى جمعيه والله اي واحد يتكفل به قال هز ولدك هذا وين؟ اديه طبيب مختص او عياده مختصه. في هذه امراض الانف والحنجره ويديروا لها الكشف ويديروا لها التحاليل وشوفوا وين هي الحقيقه الان الحقيقه راهي غايبه مش عارفين هذا اسكراه هو حالته كما هكا طبيعيا او لا كان هناك خلل ما خاصه اثناء الولاده سببت لها المشكل هذا وين الحمد لله الان انتهى من ضيق التنفس ومن الصرع معناها الطفل هذا راه معاش يتعب حتى في والده لا معاه لا وكما قلت الحاج الطفل أو ذكي جدا ذكي جدا معناها موهبة هكا علاش وكاين حاجة أخرى هذه أه هو لازمك يمشي الطبيب اللي قرر له الدواء نتاع الصرع يديه له هاو بري ما برانا من الأعشاب قال بري هاو معاش سورة سورة ما عادش الصرع هاو لا ست شهور ولا سبع ما صرعش أول حاجة ما صرعش معلش ما لكن ها هل هذه الادويه اللي ياكل فيها ممكن كانت حتى هي داخله في الامور في الامر في خلاته ما يسمعش ممكن رئيس ما يتكلمش ممكن كان مضاعف معناها باش يفهموا لماذا هو بري صرع ومش من الدواء هذا بري صرع هذا لان دي باكين مش في ناحية بعد يبعد نوباته يبعده كل معاش عادش الصراع معليش اذا كان تضمع مع الادويه ما دي باكين ولا مشتقاتها الكل لكن م. تربي يهدي هذا ما نقول احنا هذه انا ديما نقولها فيها لازم يكون هناك متابعه لازم يكون هناك تنسيق معناها كما كنت تحكي انت الحاج الان في هذا المختص في هذا الامراض تاع الصرع معناها حاله كما هذه وين معناها وصف له دواء على اساس كما قلت باش يخفف من الصرع وفجأة مش فجأة معناها بعد العلاج اللي قدمته أنت عن طريق الأعشاب الطبية شفي هذا الولد من المفترض حتى الطبيب اللي كان يقدم له في الدواء تاع أن الولي الأمر هذا وين أو الأب يخبره الطبيب ومن المفترض حتى الطبيب ربما يتصل به كما تحدثنا قبل معناه يكون هناك تنسيق يكون هناك تكامل ما بين الطب الحديث والطب الشعبي حتى كي توقع النقاشات وحوارات وربما الطبيب هذا كأنت ربما يعطيك معلومة اخرى مفيده ربما انت تعطيه معلومات مفيدة مؤكد مفيدة مؤكد وهذا هو التكامل وما دام كما قلنا هني الهدف دائما الهدف هو صحه وسلامه المواطن او الانسان مهما كان هذا الانسان اذا الانسان كما قلنا هني الانسان لا يستهين او لا يحتقر الطب الحديث لكن في نفس الوقت لا يستهين بالطب الشعبي وكي نقول للطب الشعبي أو الأعشاب الطبية الطبيه معناه يكون معناه توصف أو تعطى عن طريق معالج كما الحاج معناه عنده من الخبره وعنده من التجربه ربما أشياء لا تنفع معها الأدويه وتنفع معها الأعشاب وربما بالعكس المهم الإنسان أن يطرق جميع الأبواب وما يضيعش الفرص ما دام الهدف هو طبعا هو العلاج. وديما نقولوا حنا ديما من بين اهداف الحصه هذه وين هو زرع الوعي عند الناس تلقى واحد ربما زار كم من طبيب ما ما لم يكتب له الشفاء خلاص ينتقم على الطب الحديث تلقى اخر معناها عالج عده مرات عند طبيب اعشاب لم يكتب له الشفاء خلاص هو اللي كان يلعن ومشيني يعرف هو يكفر ذات بالاعشاب والى اخره وهذا خطا لانسان لازم يكون واعي لكل داء دواء قد تشفى عن طريق الادويه وقد تشفى عن طريق الاعشاب الطبيه وقد تشفى معناها بتكامل الادويه طب الحديث والاعشاب الطبيه المهم هذا هو وش عندنا اليوم لكن كان نصيحه عن الفطه اه اللي آه. عندهم صغار ما يتكلموش وما يستطيعوش يعبروا على على شيء اللي بداخلهم. ديما خلوا اللباس نتاعهم موسع. وهو على باله راهو الصفوق يديروا له اللباس نتاع يعني الدرع نتاع شاد الرقبه مغلوق. لا لازم هذه تكون مفتوحه وهذه مفتوحه. آه حتى ما حتى, ما ما حتى, ما في حتى في وقت البرد. حتى في وقت البرد. معناها الغرفه والسكن يكون دافئ. دافئ. ولكن هما لازمش تكون لان كل يرقد الصغير صحيح ما بيحد حد شيء كل مرقد لازم يعرف يجي له تغطي هاي باش منهم من مغطي وكل كان مليح بخشمه ولا ما الكل حتى وين ترقد هي تنوض نص الليل تلقاها مطيش الدنيا الكل ما وديما يطيش يصفقوا الكل خطا الصغير حطوا له فراشه اغطاه للسره وخلى راقد لان الصغير درجه حرارته اكثر منك انت والصغير قلبه اقوى منك انت خليه <applause> خليهم مريح أقوى. خليه مريح لكن مستحق الاكسجين اكثر منك اه نعم لان الخلايا الدماغيه لازمها الاكسجين الثاني آه اثناء النوم معناها التركيز كنا على النصف الاول مش النصف الثاني معناها مصرة آه ايوه هذا آه أيوة هذاك على روح خاصة الرجل دفع, دفع, نعم. دفع على روح هذيك آه. أي هذي آه نعم اما البطن والله قضية الان لا 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 حتى من هنا من الاضلاع ما تغطيش كيف كيف هو تجي تطل عليه انت بعد ساعتين صارت في التلفزيون ودرتوا ما لازمكم غصة دوزانة وباش تتناسلوا النوم خلاص نطل عنهم الاولاد تلقاه تكمش ما قلتش بدل تغطى ويغطي تكمل تكمش كسله مليح وغطيه لهنا يزي ما يستحقش والنصيحه الثانيه كل حتى الكبار البروستات وضيق التنفس والسعال الديكي لازم التقاشر الكبيره لازم التقشير يعني النهار كله ما دام يمشي ويتحرك لابس تقاشر شو الكبيره قلت شو تقصد بالكبيرة تقاشر كبيره لا التق... لا تقاشر كبيره مش يديروا ريحيه آه. لا يديروا على الاقل نص الساق وعجبتني عجبني التقاشر التونسيه ديما ما تحت الركب بالاخص الكبار عندهم دويت ناس دويت البروستات باش يديروا له عمليه واليوم جاني قال لي اللهم لك الحمد راني زدت صورة ولقيت واحد اخر في دكان اعشاب سلم عني بحراره اليوم حتى هو لباس لاباس بخير قلت له وش حالك؟ قال لي راني زادتني حوايج اكثر من اللي قلت لي لبسان التقاشر لان على قلت لك نهار في الحصه قلت للمجتمع الكل راهو سموه وقاء وقاء انت حدث فصل البرد ولا حتى في فصل في الس... آه لا ما دام الرجل ما تعرقش بالتقشير وكل وانت لابس تقشير كيف تعرق خلاص خفف خفف هذا هو اما اما هو البروستات قريب موعد العمليه محقق شهر توليك لا عام ونص لا عمليه ولا هم يحزنون ولكن الحاجة هو حتى كنا دخلنا في موضوع اخر لا لا يا نصيحه آه يا الناس نمشي كنا واحد يمشي تو في الشتاء لابس شلاكه كما يقولوهم خف ما كان حاش شيء لا نتألم معاه. الله غالب كتب لي باش نتألم. وش بيه مش, و... مش عارف مستقبل شديدين وحقيقة الرجلين هي المرض ولا بعد المرض. هي ولكن الحاجة عليه ما قلتش التقاشر، أنت قلت التقاشر وربطها بالبروستات. ليه ما ربطهاش مثلا بال. باللللل... الجهاز التنفسي كما مش كيف كيف ما مش كيف كيف شو <applause> علاقه هذه بهذه لا البرد لا البروستات <applause> لازمها التقشير وموجود هاو هني الموجودين اللي درت لهم اللي وياهم اليوم الاثنين لا واحد لا عام وشهرين ولا ست اشهر لا لا تفسير نقصد على تفسير من وجهه نظرك انت وقع أه الكف تاع الباطن تاع الرجل أه هو فيه دليل الجسم كله هذه للجهه اليسرى وهذه للجهه اليمين معروفه هذه كم معروف. كما الكف في اليد علمية 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 عندما يوقعها الاولين يقولوا واش بك بلوقع توقع بك يديروا العفان حتى في الصيف يشب العفان اش تعرف ولذلك كانت الامراض قليله عندهم معناها الرجل خاصه إن القدم كنقول رجل القدم قدم حتى القدم لازم يكون دافئ آه ايوا حتى اربع اصابع ولا خمس اصابع فوق الرقبه فوق الكعب لازم يكون داف يمشي بلاش راه ضار روح يمشي بلاش يقول لك مع... معناها الدفاع مش كان قضيه الدفاع تدفئة القدم لا هذا دفع من النار لا ما تكفيش لا لا مش خاصة كان بالبروستاتا خاصة بالأجهزة كل كل لأنها معروفة هني كلها بالقدم واليد معناها كان رسومات تعطيك جهه القلب اي, اي أه كله كله تعطيك مرآة الجسم الكلى مرآة للجسم واحيانا يقول لك حتى عن طريق الرس كما هكا اي معناها ديما مثلا هذه نعرف هذه مكان المعدة الشيء هذا او القولون أه نعم Samara. نعم معناها اللي عنده مشكلة في المعدة او في القولون كون يزير عن هذه شوي. إي. تو حسب توجع, الراحة. شوي توجع شوي. توجع شوي آه. وبعد يحس بالراحة. وبعد يحس بالراحة. نعم. هذك. إي صحيح صحيح. نعم هذا. هذا الشوي. علم. إي يعني علم. علم طبعا. لكن أنت البروستات ألف 16. معناه البرد هو البروستات. وثاني احنا عطانا ربي رخصة. قال حتى في الوضوء توضى الصباح وضوء مليح وضوء عادي وما تخرج شيء كان منشف أصابع الرجل والقدم كلها منشفة. بعد ما نشفع زيد دير بالورق النشاف باش يعني تلغي تلغي النداء والبس التقاشر باش الظهر ص... توضع وامسح عليهن ربي عطاني رخصه وصلي العصر زيد امسح عليه تو... توضع وامسح عليه والمغرب كيف كيف والعشاء كيف كيف طبعا تبقى السحره غ... غسله واحده في النهار تزيها باش تنحمنا العرق وتنحمنا الامور الاخرى ونشفها مليح هكذا والله الله بارك الله فيك على هذه النصائح نتمنى فقط ان تاخذ بعين الاعتبار لان الصحه هي اهم كل شيء انسان معناها مصاب في صحته صراحه إن ما يتبع ما يتعب او يتبع الامراض هو تعب الحالات النفسيه المعاناه معناها مشكله كبيره نتمنى فقط ان نكون قد استوفينا من الحديث هذا عن ب بالسعال الديكي ولكن نتحدث عن مرض السعال الديكي بطبيعه الحال نتحدث عن الامراض التنفسيه بصفة عام اذا موعدي معكم في الاسبوع المقبل حول الله. الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله.